وما تدخلوا بيناتكم لا يعني مولا الدار زعما تقول لهم بعدوا منها. لا ماشي مولا الدار، كاين مول الملك. مول الملك ما كيقول لهم بعدوا منها. مول الملك فيه الفساد تيبين لك خديجه. يعني داخل معاهم. هي ما بغاش الانصاف، انا مول الملك وهددني بجرتهم. حتى نصفوني البوليس. ها هو الميساج ديال مول الملك. مول الملك ما يسواش، ما نصفنيش بالحق. مول الملك خلاني انا اللي قديمه عندهم مزيانه معاه وتيشهدوا لي الشهود ومشى معاهم هما. مول الملك لا علاقة. ياه. لا علاقة. إذا أنت هو داخل في. داخل إيه. نعم أهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. يا لطيف مكناسية مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، يتيمة الوالدين تعيش الجحيم في البيت اللي كارياه 10 سنين هذه دابا، وكتقول أنه بسبب جوج ديال جاراتها اللي كتهمهم بالاعتداء عليها وكيسبوها وكيعيروها ومضايقات كثيرة، وكتقول هاد السيدة أنهم حقروها وبغات الأمن ينقذها. كاين تدخلات كما قالت قبل ما نبداو هذا البث، راه الأمن هو اللي نصفها واللي حماها لحد الساعة، تدخلات أمنية اللي كانت يعني في الوقت المناسب مناسب، كل مره كتلتجأ للدائره اللي ولا المصالح الامنيه الا وكتلقى الاستجابه، وهما اللي كيردوها للبيت بعد من الشارع العام. هادشي اللي كتعاود لنا هاد السيده، غادي نخليكم معها ودائما على حساب اقوال ديالها مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هو نزولا عند رغبتها. ما بغاش تبان الوجه ديالها، غادي نعرفوا اشنو واقع عليها ونتمنوا انه نعرفوا فين شنو السبب الحقيقي وراء هادشي. اختي الاسم والنسب وتفضلي معنا، راك على المباشر على قناه شوف تيفي، اشنو واقع لك مع هاد الناس؟ خويا السلام عليكم، كلمه الشكر اليكم ان اتصلت بكم. نعم. وكنتم معايا حاضرين معايا في عين المكان. خويا انا سميتني زغيده حنان، مدينه مكناس. انا في العمر ديالي دابا على ما يفوت 40 عام وزايد. انا خويا تنعيش. انا خويا تنخدم في الديور وفي القهاوي، تنسيقهم تندير الميناج. الخدمه ديالي باش العيشه هذه مده وسنين، وعايشه الحمد لله مع المحسنين. بالنسبه للمعيشه ديالي واخا ما نكونش خدامه، ان عندي جمعيات وعندي محسنين تيتبادروا معايا وتيتعاونوا معايا، اللهم لك الحمد اخويا. هاد البيت انا كارياه مده 10 سنين هذه دابا. هاد البيت اسيدي انا كارياه، واحد البيت ب 12، واحد السيده ساكنه حدايا كارياه بيت ب 12، وحده عاوتاني حدايا ساكنه كارياه بيت ب 14. انا كارياه سيدي هاد البيت مع الجيران. كاينه سيدي السفلي وكاين الفوقي وكاين الفوقي الثاني فين كاين انا موجوده. هادي اخويا واحد تقريبا جايه دابا العامين هادي ولا 3 سنين، وقع لي النزاع مع واحد الجاره حدايا، تضايقني وتدير لي الابتزاز وحاسداني وكرهاني. اخويا اش غادي نقول لك، النهار الاول هي بغات تسرع عليا، وانا اخويا ما تنبغيش داك الظلم، وما تنبغيش الهضره في الناس، وما تنبغيش داك البساله، وتنبغي التقار ديالي وتنبغي الحدود ديالي. عايشه بوحديتي. عايشه بوحديتي اخويا، وسد عليا بوحديتي. فتشكيت منها وقلتها لواحد السيدي داخل بيني وبينها، وقال بعدي منها، راه هي شاده تيقارها في هذه الدار، وراه قديمه في هذه الدار هي. دابا حنا كرينا لك وشدي تيقارك من حنان وبعدي منها. رغم ذلك هي فاش جبراو فيها الناس داك الشيء ما رضاتش بداك الشيء، ولات شدات معايا السكاير ولات تضايقني، والغوات واحد الابتزاز واحد المعاني وزليح في الباب بالعاني انايا. واخا تيشوفوني تنخدم وتنضرب تماره وتنبقى سهرانه الليل، وان عندي الشهود في ذوك الدار ان ما تنجبد حد وما تنادي حد وما تنجلس حد، وعارفين الجيران حسن السلوكيه ديالي، والجاره اللي جات والمراه اللي جات حتى تكون حدانا في ذاك البيت الثالث تتقول لها شوفي ايوا ردي بالك منها، ايوا راها دايره، ايوا راها فعله. دائما هاد السيده اللي سكنات معايا مورايا هي اللي خلقت لي المشاكل، وهي اللي تتكحل القلوب لعباد الله في ديك الدار. وهاد السيده الثانيه اللي كديري هادشي اللي كتقول شنو؟ وانتي هاد الاتهامات اللي كتوجد لك انا هاد السيده هادي بقوة اتهامات، وهاد الاتهامات اللي كتوجد لك انك كتفسدي كدير تتقول لك خايبه موسخه، تتقول شي كلام. المهم حشومه انا تنسحيه من سيادتكم، انا نوضحو لكم، تتقول واحد الكلام اللي عييت ما نصبر له انا، تيتهموني بواحد الكلام ما تصورش وليت تكملتها وجملتها، وهي الجاره اللي عاد جات سكنه جديده عندها لمده عام دابا باش ساكنه معايا. انا قديمه عليهم، انا مقدم اللي مقدم الحومه ديالي للسلطه الرابعه تيعرف حسن السلوكيات ديالي، انا مقدم دلالي بالشهاده وفايته تشكيت له من هنيت. والجاره الثانيه تحدث معها، ولاو تيتفقوا عليا بجوج، ولاو تيعايروني بجوج، ولاو تيضيقوني بجوج، الهدف ديالهم انني نخوي داك البيت.
الهدف ديالهم انني نقنط من داك المحل ونخرج له. يعني نعم سيدي. مول هذا السيد اللي كاري لكم كاملين. نعم سيدي. ما بغيش الصداع يكون في داره. اسيدي بالنسبه لصاحب الملك ان فتنا عيطنا له فتنا تشكينا له عده مرات. وتيجي عند الجيران وحتى الجيران تيعطيوه بعض المعطيات وتيقولوا له راه انا ما تجبدهمش راه انا شاده تيقرها راه هما اللي تيغوتوا راه هما اللي تيديروا. مول الملك دائما تنتشكلوا ويدون الانصاف. فينا البلاصه هادشي فين ساكنة حي السلام مولاي مسعود حي السلام جوج حنا تنتبعوا مكناس. مولاي الملك زيدي مول الملك سيدي دائما ما تينصفنيش بالعدل او بالحق دائما مول الملك تيتهر واحد النهار مول الملك على قبلهم هددني بالافراغ واحد النهار قال لي انا قال لي انا مول الملك اما طفيو عليا هذا الغضب هذا واما تخرجوا بجيج واحد النهار شنو قال لي واحد النهار يتكتب لي ميساج ودرت عليه الشكايه الولايه الامن هي اللي نصفتني ما بيني وبين الملك قال لي الا ما خرجتيش وإلا ما شديتيش معايا الطريق انني غتلقاي حوايجك اما في الزنقه واما تلقاي المحل ديالك مسدود او اما حاله من الحاله. شنو قلت له انا؟ قلت له سيدي هاد الهضره اللي تتقولي انت اجي اخويا قولها لي قدام السيد وكيل الملك وقدام الضابطه القضائيه انا نعرفك سيدي ومولاي وفت تقدمت بالشكايه بضده وفت الدائره 13 مدينه الكناس فوج عروس هي اللي نصفتني من مول الدار وهي اللي خلات بيديا وهي اللي رضات لي الاعتبار ديالي حتى ما بقاش دابا مول الملك تيعيط لي ولا يسولني او يدخل شي نزاح او يقول انا فلوسو تنفاكسيها في البنك الشعبي فيما تيجي الاجل ديالي القانوني تنفاكسيها له. انا فسولت عده المحامين وعده ناس في القانون الله يجزيهم بخير قال يا مول الملك ما عند لا علاقه له مول الملك تيبغي فلوسو والمحل ديالو يكون في امان. دابا مول الملك انا ما عنديش معاه المشكل مول الملك شاد تيقارو مول كذا انا بغيت نفهم. نعم سيدي شنو السبب الحقيقي اللي غيخليهم انهم يوجهوا لك يعني علاش غينوضوا يشدوا معاك الضد بهذه الطريقه وحنا كنعرفوا يعني خصوصا النساء كتعاونوا مع بعضياتكم كتضامنوا مع بعضياتكم. خويا كاينين ناس نزهه وكاينين نساء ساكنين تحت مني وكانوا دازوا عندي نساء كرياو معايا في ذوك البيوت ان مازال تنتلاقى معاهم بصوره حسنه وان مازال تنحكي لهم هذه المشكله اللي وقع لي وتيقول لك حنا من الشهود مرحبا انت انسانه طيبه وانسانه نزيهه الشهاده ديالهم في حقي وعندي شهود داخل المنزل ان شهدوا امام الضابطه القضائيه انا لا انني ما تنعايرش انا ما تعرفش من داك الشيء انا ما تنبغي مشاكل انا شاده الحدود ديالي انا ملتزمه مع راسي يلا نتكافى مع معيشتي ونتكافى مع ظروفي ونتكافى مع وقتي ومع تمارتي ما بغى مشاكل الناس ما بغى حتى شي حاجه. هاد الناس حقروني واحد الحقر انك ما تتصورش وانك ما تتصورش على البال حقاش انا بوحديتي تيقولوا ان ما بجهداش ان شافوني بوحديتي تيقولوا ان ما عدا ما تصور منا ان تيشوفوا انا تقدمت بالشكايه الاولى السيد وكيل الملك ما تماتش عليها شي حاجه. الشكايه الثانيه السيد وكيل الملك فاش كانوا تيضربوا عليا الباب وتيفرعوا عليا الباب وتيهدوني بالقتال وتيهدوني باشياء وتيعايروني. انتم واصلين لهذا الشيء كامل مع هاد الناس هادو واصلين وفرعوا عليك الباب وهاد تيضربوا لي في الباب تيضربوا لي في الباب وعايرتني وما تصورش واحد المعيور تتعايرني راه لا اله الا الله تتعايرني بكلام والدي تتعايرني والدي انا من والدي ميتين تتعايرني عائلتي وتتعايرني واحد الكلام كانني صحيا نقول سيادتكم راه لا يعقل ان واحد الكلام راه الانسان يشد ديك الساعه شي حاله من الحالات يديرها فيهم او يديرها في راسهم وتنصبر نفسي وتمشي نيشان تنتجل السيد وكيل الملك موضوع جديد تمشي نيشان تندق الشكايه وتمشي نيشان تمشي لولايه الامن عند السيد ولي الامن المحترم وتمشي نيشان عند المصالح الامن تنشكى ليهم وتندق ابوابهم وتنطلب منهم المساعده والانصاف ان قبل ما نتورط في شي قضيه. خويا بالنسبة للضابطة القضائية دوز الشكاية ديالي للولاية الثانية أنهم داروا في الحفظ عند السيد وكيل الملك أن تيقول لا لا أنا وسيد وكيل الملك قال لك هما تينكروا وليس بيان لحقاش هما تيغفلوا عليا في ربعة الحيوط وقدام القانون وقدام المخزن الصح أنهم تيبداو بالإنكار ما تتقاش ديك التفرعين ديالهم وديك الفياقة ديالهم أنا شنو تنقول لهم أجيو معايا للشارع العام وغفلوا عليا الإدارة تيوليو هما ما قالوش وما عايروش وما ضيقونيش وما دارت ليش اخرى وما دارت ليش اخرى وتيردوني انا اللي بحال انا اللي تنكذب انا اللي حمقى انا شي من عندي لا يعقل ان انا داير الشكايه الاولى والثانيه وطلعت تهبط
وشكيت. انا هذه القضيه هذه ولات مشهوره عند الراي العام، انا هذه القضيه ولات مشهوره في جميع الضابطه القضائيه، دير لي تكسب عليا ولا تسوي عليا. نعم سيدي، خلينا في السياق ديال 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 الموضوع. نعم الان وضعتي الشكايه الاخيره اللي فيها الشهود وتبتوا هذه المسائل كامله، هذه المشاكل كامله. الملف مازال في الدراسه عند الضابطه القضائيه في الدائره 13. الدائره 13 مازال في اسمام البحث على حسب تعليمات السيد وكيل الملك وعلى حسب تعليمات ما جاها من الرؤساء ديال المنطقه ولا من السيد ولي الامن المشكور. مازال ان الضابطه القضائيه قالت لي راه جوج رفضوا الاستماع لكم، وهذه الضابطه القضائيه سولتها عده مرات، قلت لها ما هو مصير شكايتي وما هو المصير الملف ديالي، ان بغيت الانصاف من هذا الموضوع، وبغيت الانصاف، تنصفوني وتاخذوا بيدي. انا الناس عصبوني ومرضوني وراه تنعيش في الشارع العام دابا، وراه الحاله ديالي لا يرثى لها. على رقبتي اقسم لك بالله العلي العظيم، انا تنفضل نخرج من البيت ونعيش في الشارع العام ونجلس في القهاوي ونجلس في الشجره، وما تنحمش ندخل ذاك المكان. في الجرده وما تمشيش لبيتك. علاش؟ فين تاكلي؟ فين تشربي؟ تناكل في الزنقه شي واقعه، واما هما يضربوا. توجهك للمصالح الامنيه، فين وصل الملف ديالكم الان؟ الملف ديالي مازال في الضابطه القضائيه ديال وجعروس الدائره 13. الدائره 13 كأمانة تنشكرها وتنشكر على حسن معاملتها وعلى حسن سلوكاتها وعلى هذا الامن النزيه، الله يحفظه لنا والله يخليه لنا. خداو بيديا وخداو بتعليمات السيد وكيل الملك ولا تعليمات السيد رئيس المنطقه المشكور ولا السيد ولي الامن، الله يجزيهم بخير. ومؤخرا راهما انني تنحس براسي انني انا الامن لا انا الامن اللي تنتجلو، سواء من الضابطه القضائيه 13 ولا من رئيس المنطقه ولا من ولم السيد ولي الامن. الامن مشكور، الامن مشكور في ولايه الامن، الامن مشكور عند جميع المعلومين، عند جميع المسؤولين. المديريه العامه للامن الوطني تنطالبها ان تعتني لي بالامن ديالنا النزيه في مدينه مكناس. انا تنطالب المديريه العامه على الامن، خدمه الامن وعلى نزاهه الامن وعلى حق في هذا الامن وعلى الاصهار اللي تيصهروا الامن في حق المواطن. هكذا نحبوا الامن ديالنا، الامن ديالنا نزيه، الامن ديالنا مشكور. انا تنحس انا هما عائلتي وهما اخواني وهما والديا، انا معتنيه وتنتعنى بهذا الامن النزيه، الامن النزيه، الامن مشكور. مدينه مكناس. نعم سيدي. تبعتوا الجلسه ولا مازال؟ سيدي مازال في الضابطه القضائيه، وانا مازال عندي ثقتي في الضابطه القضائيه. مازال ما تزناش، مازال ما جاوبوش، مازال المتهمين رفضوا الحضور عن الضابطه القضائيه، مازال ما داروش المحاضر. يلا وحده دارت المحضر ديالها ودس معايا واحد الشهيده ودس واحد الشهيده اخرى سمعت للضابطه القضائيه. اما البنت وبنتها ما بغاوش انهم يجيو، المراه وبنتها ما بغاوش، مقيدين عندي في الشكايه ديال السيد وكيل الملك، مقيدين ما بغاوش، قال لك رفضوا. بالنسبه للضابطه القضائيه، بالنسبه للضابطه القضائيه خدمات واحد الخدمه الحمد لله كنزيهه عند حسن الظن ديالي الحمد لله. واخا اختي قبل ما ننهيو هذا البث المباشر، شنو الرساله ديالك وشنو المناشده ديالك في جهه المسؤوليه؟ المراسله ديالي والطلب ديالي، انا تنطلب الامن النزيه ان يتخذ بيديا وان ينصفني من هذا المشكل هذا وان يوقفوا معايا، راه ما عندي الا الله وهما. وتنطلب من النيابه العامه ومن الرئاسه، تنطلبهم ومن النيابه العامه ديالنا جزاهم الله خيرا على التعليمات اللي عطاوني وعلى بابهم. انا دقيت ابواب النيابه العامه، انا دقيت ابواب النيابه العامه الحمد لله وفتحت لي ابواب. تنشكر النيابه العامه ونتلتمس من النيابه العامه ومن الهيئه ومن الرؤساء جميعا الشكر للنيابه العامه مدينه مكناس. شنو تنتمس؟ الانصاف سيدي. انا بغيت الانصاف، انا يخرجيني من هذا الظلم، ندخل للنحل ديالي. انا غنسولك سؤال اخر. نعم نعم. الظلم اللي كتعرضي ليه الان؟ تنتعرض للتهديد، تنتعرض للشتم، تنتعرض للتضييق داخل المحل باش ما نبقاش انا نعسى. تندخل وتنبقى نسمع في المعيور، تنسمع في الاغوات عليا انا، وتنبقى نسمع في الاغوات. اجي انت فعلي انت انهم تيديروها بالعاني، ان هي تكاير. انا الامور كواضحه والامور واضحه كما الشمس. انا قلت هذا الشيء هذا ووضحتو ان الهدف ديالهم نفرغ من ذاك المحل، وانا ذاك المحل شاده برزقي الحمد لله ومضحيه عليه وقابله عليه، ما تتساني والو، وتندفع فلوسي في البنك الشعبي الحمد لله، ونقيه مع الجيران تما ومعروفه.
وحومتي تما حي السلام وني مسعود. انا تنطلب الانصاف وتنطلب العدل، ينصفني من هذا المشكل هذا قبل ما توقع شي واقعه، وتنطلب المسؤولين كاملين كلمه الشكر. واخا شكرا لك لالا. نعم سيدي. رسالتكم واضحه في قناة شوف تيفي كما تابعتوا معنا هاد السيدة المكناسية للآن يعني كتطالب وكتوجه الشكر ديالها للمصالح الأمنية هنا بالعاصمة الإسماعيلية، واللي كتقول لك كلمة زعما صراحة مؤثرة ولا يسعنا إلا أن نذكر بها، هي ملي كتسمع أنه مواطن وبالضبط امرأة كتقول لك راه البوليس والأمن ديال مكناس راهم عائلتي، هما خوتي، هما اللي كيحميوني، هما اللي كنحس بهم ظهر من بعد وفاة الوالدين، ومن بعد ما بقيت بوحدي عايشه في الدنيا كنكافح باش نكمل الحياه، وتحقرت وتظلمت لقيت رجال الامن. فالشكر كل الشكر لرجال الامن الوطني ولا وكل السلطات اللي كتعمل على امن واستقرار المواطن المغربي وراحه المواطن المغربي. برافو برافو برافو، تحياتنا لهاد الناس هادو، كذلك تحياتنا للنيابه العامه، وتحياتنا لكل من كيسهر على امن واستقرار المواطن المغربي. مشاهدينا كما سمعنا الان لهذه السيده لهاد الجاره واللي هي كتبقى الطرف الاول، فالطرف الثاني اللي هو جارتها لهم حق الرد واللي مكفول لهم قانونا، يمكن لهم انهم يجاوبوا على هذا الكلام ويجاوبوا على ادعاءات هذه السيده اذا كان صح راه صح، الى وخصوصا ان الملف الان لازال بين ايدي رجال الامن الوطني اللي مازال كيتحراوا وكيبحثوا في هذا الملف ويعرفوا اشنو واقع بالضبط والاسباب الحقيقيه اللي غتخلي هاد الناس يضايقوا وينغصوا على السيده العيشه ديالها على حساب اقوالها دائما. لهم حق الرد المكفول قانونا اللي جاوبوا، وممكن يتواصلوا مع قناه شوف تيفي وياخذوا رقمنا ونجيو حتى لعندهم ونسمعوا لهم طبعا. اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس، الى اللقاء.